السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الدرس ده بقى هنتكلم عن البادنج. أنا سايب كل حاجة زي ما هي عشان أوضح لكم الفرق بين المارجن والبادنج. هقول هنا بادنج وهغير برضو الكلام اللي هو في الديف واللي في الباراجراف. هخلي كلمة طبعا هخليها بادنج المرة دي، وهنا بادنج، ونعرف طبعا البادنج بروبرتي والإنديفيدوال سايد بتاعتها والشورت هاند زي المارجن بالظبط. طيب تمام، هاجي أعمل ريفرش للصفحة زي ما هي، مفيش أي حاجة غير البادنج بس كلمة اتغيرت. تمام، هاجي بقى هاجي اعمل هنا كده، انا طبعا سايب المارجن رايت خلاص هشيله، هاجي اقول بس بادنج 20 بكسل وهشوف ايه اللي هيحصل للديف. ريفرش، ايه اللي حصل؟ قال لي اللي حصل ان الكلام بعد عن الحواف دي 20 بكسل، فطبعا لما الكلام يبعد فهيزداد مع المسافه. طيب يعني ايه بادنج برضو؟ قال لي بادنج بتشتغل مع الكونتنت، يعني انت عامل ديف جواه شويه كلام وعايز تبعد الكلام ده. لو انا شلت البادنج دي كده، طبعا شيل المارجن، عايز تبعد البادنج ده عن الديف من جوه فتديله، عايز تبعد كلمه بادنج عن الديف من جوه فتديله البادنج، تقول له البادنج 20 بكسل. يعني ايه بادنج؟ يعني مسافه حوالين الكلام، تاني مسافه حوالين الاليمنت نفسه، اما ده مسافه حوالين الكلام. لو جينا، عشان طبعا ممكن الكلام ما تكونش واضح، نخلي اللون بتاعها يكون ابيض. فانت قلت للبادنج دي الكلمه اللي موجوده جوه الديف، اعملي بادنج، يعني ايه اعملي؟ امشي مسافه حوالينك، حوالين الكلام مش حوالين الديف، فتبعد مسافه من التوب ومن الليفت ومن البوتوم والرايت زي المارجن بالظبط. طيب لو جيت قلت تاني هنا كده دي، مثلا هقول له بادنج مثلا 30 بكسل، ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام، البادنج كلمه بادنج دي هتبعد عن من فوق ومن على الشمال ومن تحت ومن الرايت مسافه 30 بكسل. يعني البادنج بقى استخدمها عشان اعمل مسافات للكونتنت، كونتنت اللي جوه الديف او الكونتنت اللي جوه باراجراف او الكونتنت اللي جوه ايا كان العنصر اللي جواه الكلام. يبقى انا بعمل للكلام نفسه، للكونتنت نفسه مسافات، فبستخدم البادنج. طيب لو جيت قلت نفس الكلام بالظبط في المارجن، لو قلت جيت قلت هنا 20 15 بكسل 18 بكسل 30 بكسل، ده معناه ايه؟ نفس الكلام، اول واحده من التوب، تاني واحده من الرايت، تالت واحده من البوتوم، رابع واحده من الليفت. لو شلت خليتهم ثلاثه يبقى اول واحده من التوب، تالت واحده من البوتوم، القيمه اللي في النص من الليفت والرايت. لو جيت خليتهم اتنين بس يبقى اول واحده اكيد من التوب والبوتوم، وتاني واحده من الليفت والرايت. طب انا عايز اعمل بقى الانديفيدوال سايد، استخدم كل اتجاه لوحده، فعادي جدا زي المارجن تقول بادنج توب، برضه تقول له اللي هي 20 بكسل مثلا، 20 بكسل، يبقى كده عمل لك بس من التوب، فيعمل لك بس حته بادنج توب 20 بكسل. طيب لو جيت قلت له بس بادنج ليفت، فيعمل لك البادنج ليفت، مسافه الكلام ده هعمل بس مساحه على شماله الراوند الكلام مش الديف، عشان تبقى واضحه. بقول له المساحه من على شمالك تبقى ليفت دي تكون 30 بكسل او 20 بكسل. طيب تمام، لو جيت انا قلت له البادنج مثلا توب بقت مثلا 50 بكسل، وهنا نفس الكلام هقول له البادنج بدل ما تكون كده اخليها من الليفت 30 بكسل، فايه اللي هيحصل؟ هيمشي لي الحته دي من التوب، يعني البادنج هيتحرك من التوب مسافة 50، أما البادنج ده تتحرك من الليفت مسافة 30 أو 20 زي ما مكتوبة. ريفرش، تمام جدا، دي المساحة دي بقت 30 ولا 50، والمساحة دي بقت 30 بكسل من على الشمال زي ما أنا محدد، هنا قايل ليفت وهنا قايل توب. طيب تمام كده عرفنا البادنج يعني إيه، والإنديفيدوال سايد سواء أنت تحددها توب أو بوتوم أو رايت أو ليفت، والشورت هاند اللي هي بتحددها اللي أنت تكتب القيمة كلها، القيم كلها سواء 4 أو 3 أو 2. طيب لو جيت قلت هنا، لو جيت قلت لده مارجن بوتوم 50 بكسل، وقبل ما اشغل ايه اللي هيحصل؟ انا تمام، انا عملت ريفرش. طيب انا ممكن ارجعها ما اكتبش، اعمل ريفرش. تمام، ادي البادنج بتاعي زي ما هو 50، فانا بقول للديف ده اعمل مارجن بوتوم. احنا قلنا مارجن يبقى بيعمل اراوند ذا اليمنت، اراوند ذا اليمنت يعني هتعمل اراوند من اتجاه البوتوم ده كده مسافه كام؟ مسافه 40 او 50 اللي انا حددتهم، فيعمل لك مسافه من هنا، يعني ده هيبعد، يعني الديف ده يبعد عن الباراجراف مسافه 50 بكسل. اعمل ريفرش، تمام جدا، ادي المسافه بقت 50 بكسل. طب لو الديف ده بادنج، لو كلمه بادنج دي يعني ادي الباراجراف ده بادنج توب 50 بكسل، فايه اللي هيحصل؟ هل المسافه دي هتوسع؟ لا، الكلام بس اللي هيبعد،
الكلام اللي هيبعد عن، لو انا جيت قلت له هنا طب كده، الكلام ده هيبعد من فوق من الحواف بتاعت الديف، من الحواف بتاعت الباراجراف مسافه 30 بكسل اهو. انا طبعا شلت الليفت خليت طب، فبعد المسافه دي بقت 30 بكسل. الكلام بادنج كونتنت مارجن اراوند الاليمنت الديف نفسه. تمام جدا، اتمنى يكون الدرس واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.